لاني لو عليا لو ما عنديش تصوير او لو عندي وقت على طول هكون موجوده اتفرج على الافلام اتفاعل مع الفنانين وصناع الفن في الوطن العربي كله واكون فخوره بمهرجان بلدي مهرجان القاهره لان مصر عاصمه الفن ومصر هي بلد الفن وانا فخوره اني مصريه واني جزء من المهرجان حتى لو مجرد حضوري بس. في اكتر من فيلم مصري مشارك السنه دي في المهرجان، ايه اكتر فيلم هتبقي حريصه ان انت تشوفيه؟ والله مش هقول لك اسامي حاجات انا لسه مش اوير بيها قوي، بس انا حريصه ان يكون موجوده واعرف ايه الحاجات وايه اللي بيتعرض واحضر واتفرج واستمتع واتعلم واشوف ايه اللي موجود. عايزين بقى نكلمك عن اللوك الخطير بتاعك اللي كان حلو جدا، تسريحه الشعر كانت مميزه واتخذت ان هي شبه كبير بينك وبين سندريلا، بتتعرضي لده كتير او ده كان مقصود ان انت فعلا تعملي نفس اللوك ولا جت معاكي؟ لا ده كان مقصود، انا كنت قصدي اعمل لوك سندريلا الله يرحمها الله يرحمها يا رب سعاد حسني. سعاد حسني يعني كلنا بنستوحي منها ستايلات وشعر وميك اب ولوك وروح الله يرحمها، وطبعا مفيش زيها ولا عمر هيجي زيها، ودي يعني حاجه انا حسيتها وحبيتها، حسيت ان انا عايزه اعمل شعري كده واروح المهرجان اللي هو رئيسه استاذ حسين فهمي يا واد يا تقيل، فعملت شعري كده وجيت. بتحس ان في شبه بينكم؟ يعني في كومنت كتير ان لا في لا 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 مفيش لا مستحيل يكون حد شبه سعاد حسني، مستحيل عمر ما هيجي زيها ولا شبهها ولا يعني دي طفره لا عمرها ما تتكرر ولا في شبهها. طبعا انا بحبها زي كل الناس بعشقها وبستمتع بيها وبستوحي منها وبقدم نفسي اللي هو انا مريان حسين ماليش علاقه خالص، لكن عمر ما هيجي زي سعاد حسني طبعا. اللوك بتاعك كان حلو قوي في الاوبننج وكنت ملتزمه بدريس كود وكل حاجه، لو انت حابه ان انت تيجي بدريس كود من بيعبر عن شخصيتك انت بعيد بقى عن العالم اللي احنا فيه ده، تحبي تيجي لابسه ايه؟ بيعبر عن شخصيتي هلبس كاجوال. الحقيقه ان انا في الحياه عموما ماليش علاقه بالحاجات اللي هي كده دي خالص، بلبس تي شيرت وجينز وعلى طول فلات وعلى طول سيمبل وما بحطش ميك اب خالص، ما بعملش شعري خالص، وبحس ان يعني هو ده الطبيعي انك تكوني طبيعيه. لو في حاجه بقى معينه او عايزه تظهري بلوك دراماتيك او بلوك في حاجه فاشنبل وترندي اوكي، بس العادي الطبيعي ما بحسش ان الطبيعي اني اعمل ميك اب او البس حاجه وهيلز، ما بحسش كده، بحس ان الطبيعي العادي اللي هو الحياه اليوميه اللي كلنا بنعيشها ان تكوني لابسه حاجه مريحه وبيسموها اسمها ايه يعني براكتيكال عمليه طبيعي. يعني احنا شفناكي كمان الفترة اللي فاتت كنت بتعملي تجربة التقليد كتير قوي، بس بقالك فترة مش موجودة يعني مكملة في التجربة دي والناس كلها حباها وعايزة يعني محتاجين انت تقدمي اكتر، كلميني عنها اكتر. والله بصي انا موضوع التقليد ده بدأته بشكل بروفيشنال شوية وقت الحظر، وقت اول ما ظهرت كورونا اعوذ بالله كنا كلنا قاعدين في البيوت، فجت لي الفكرة كده اني اقوم اعملها بشوية مجهود واللي هو مجهود شخصي، انا كله بعمله لنفسي، انا بعمل ميك اب لنفسي، بعمل الشعر لنفسي، بختار اللبس وبلبس نفسي مع نفسي تمام، وبصور نفسي كمان. فوقت الكورونا عملت مجموعه فيديوهات، انا لسه عندي فيديوهات صورتها وما عرضتهاش لحد دلوقتي. بصي بصراحه لما حسيت ان انا يعني الموضوع ممكن يبقى طول الوقت ما حدش بيكلمني غير على التقليد رجعت شويه يعني ان انا لا عندي حاجه تانية، ف رجعت شوية لورا، لكن هي موهبة عندي وانا بحبها جدا ونفسي اقدمها للناس بشكل محترف اكتر. يعني تخيلي كل ده اللي هو الحمد لله لقى رد فعل واصداء مع الناس خطيرة، ده كله بعمله بمجهود ذاتي في بيتي جوه البيت. ان ده مش حد غير لا جوه بيتي، انا عندي شباك عاملة عليه ستارة ونور. اكتر شخصية ارهقتك او واكتر شخصية هي شبهك جدا او ما كانش فيها؟ لا ولا شخصية شبهي ولا شخصية شبهي لا شكلا ولا مضمونا، بس كل الفنانات العظيمات اللي انا قلدتهم انا بحبهم وانا من عشاقهم من الفانز بتوعهم، لانك عمرك ما هتقلدي شخصيه عاديه او تمر مرور الكرام مش هتلاقي فيها عناصر انت تستوحيها لا شكلا ولا مضمونا. فانا بداتها بالعظيمه العظيمه ست فيروز اللي انا يعني عندي هوس بيها، انا عندي تابلو بطول وعرض الحيطه في بيتي صوره فيروز انا بعشقها. كان عيد ميلادها وحبيت انزل حاجه فعملت فيديو قلت اما اعمل الميك اب كده، قعدت اجرب لقيت نفسي الشكل بيطلع معايا
نزلت الفيديو لقيت رد فعل من الناس بالصدفة تماما، فبدأت أكمل، بدأت أعمل شخصيات تانية. صوتك يعني حلو لما بتغني، لو جاتك الفرصه انت تقدمي الشخصيه دي. انا اوريدي حاليا بشتغل على اغاني ليا وان شاء الله هنزلها للناس كده من الاغاني اللي نازله. يعني مش موضوع فكره، بس بعمل كذا سنجل ان شاء الله هنزل اول واحده فيهم باذن الله يمكن اخر ديسمبر اول يناير ان شاء الله، وشوف رد فعل الناس باذن الله. انا بعمل نواره في الونش، ان شاء الله هتتعرض في نوفمبر يعني قريب جدا. شخصية سبايسي جدا، لمساني جدا، حساها جدا، بحبها 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 جدا، ومستنيه قوي اشوف رد فعل الناس، ومتحمسه قوي اتفرج واشوف الناس هيحسوا ايه بنوره، لان انا حساها جدا وعايشه جوايا. في كيمستري كبيره بينك وبين محمد رجب دايما، يعني احكي لنا عن كواليس كمان الونج في ايه. ده ثالث تعاون بيني وبين محمد رجب. يعني في كيمياء بيننا، بحبه على المستوى الشخصي وكفنان لان هو بيحب فنه ودؤوب جدا على فنه، وفي الاول وفي الاخر بيحكمنا الورق كاتبه استاذ احمد عبد الفتاح، حاجه جميله وعظيمه، وشخصيا حبيتها قوي وحبيت اقدمها. ريهان دايما بتدعم قضايا المراه حتى في اعمال كتير ليها. تيم رضوى الشربيني ولا ياسمين عزيز؟ رضوى الشربيني طبعا. ليه؟ بلوك بلوك بلوك. ايه ليه؟ عشان دي الحقيقه، ده الواقع، اما العالم الافتراضي في الكوكب الاخر ده لا 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 كده ايه ده ادلع مين. لا 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 لا، رضوى الشربيني طبعا.